حركة من ضمن الحركات الموجودة دلوقتي واللي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن خلينا نتوقف بقى شوية عند الحركة دي حركة الإعلام الإيجابي. حركة الإعلام الإيجابي دي قررت، هم مجموعة من الشباب قرروا ان هم يحاربوا الابتذال، قرروا انهم يحاربوا اي تجاوزات، يمنعوا الشخصنة اللي موجودة في الإعلام. انت طالع إعلامي، إذن انت طالع توصل صوتك للناس، انت طالع تحل مشاكل المواطنين، مش طالع تحل مشاكلك الشخصية، ولا طالع تقول ألفاظ غير لائقة على الشاشة. هم قرروا ان هم هيحاربوا اي اخطاء او اي تجاوزات موجودة على شاشات او في الاعلام بشكل عام. احتفلت طبعا حركة الاعلام الايجابي بتدشين الحركة خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة وبحضور عدد من الاعلاميين وكبار الصحفيين، وكان طبعا من ضمنهم زميلتي نرمين وهي بتشارك في حركة الاعلام الايجابي. انت فعلا زي ما انت قلتي كده مروة، يعني انت قلتي الملخص اللي احنا كنا فعلا من خلال الحركة او من خلال المؤتمر اللي احنا عملناه او تدشين الحركة، كنا فعلا عايزين نوصله ونقول ان الشاشة دي او يعني الاعلام المسموع او المقروء او المرئي ان ده مش ملكنا احنا. انا مش عندي مشكلة شخصية هطلع اعرضها على حضراتكم، او مش عندي مشكلة مع مذيع او اعلامي او شخص اي شخص كان اطلع كمان اعمل يعني اعرض ده على حضراتكم. الشاشة دي مش ملكي، الشاشة دي ملك حضراتكم. المؤتمر بقى شارك فيه يعني عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون، الاعلامي مفيد فوزي، الفنان سمير صبري، الاعلامية سهير شلبي، وكمان كان في ناس كتير جدا من الاعلاميين والصحفيين. تعالوا نشوف التقرير. بحضور عدد كبير من رموز الفن والإعلام، شهدت نقابة الصحفيين بالتعاون مع لجنة الحريات تدشين حركة الإعلام الإيجابي، والتي تضم العديد من الأعضاء العاملين في المجال الإعلامي بالمؤسسات الصحفية والإذاعية والإعلامية. أنا شايفة حاجات سلبية كتير أو سلبيات كتير في المجال الإعلامي عندنا، مش في شرط في المذيعين، لا المذيعين الصحفيين المراسلين للأسف برضو بنلاقي فيهم نماذج مش كويسة كتير، فإحنا قررنا إن إحنا نعمل حاجة إيجابية علشان نسلط الضوء عليها. احنا شفنا بانه احنا لازم نعمل حركة، نكون جماعة ضغط، نحاول ان احنا نرصد الحركة الاعلامية اتجاهاتها ونحاول نضبط ايقاعها. احنا معانا استمارة ومعانا مش ميثاق بس، معانا كده خلينا نقول عهد الزمنا بيه نفسنا. لو اي حد شايف ان العهد ده او الالتزام بالقواعد دي هو مقدر يعملها فهو مرحب بيه جدا. احنا عندنا على فكرة آليات العمل بقى على الارض عشان ما نبقاش كلام، احنا عندنا اكتر من لجنة هتشتغل في ارض الواقع، هيبقى عندنا في صالون ثقافي موجود هيتعمل كل شهر، هنناقش قضايا تم طرحها في الاعلام ومين ابرز او احسن حد ناقش القضية دي، وهيتم تكريمه على فكرة من قبل حركة الاعلام الايجابي. ندعو جميع القائمين في مجال الاعلام ان هم ينضموا لنا الحركة بتاعتنا، نحن لما نبقى ظهير شعبي اعلامي إيجابي. شهد حفل التدشين تكريم عدد من رواد الإعلام المصري، من بينهم سلمى الشماع، سمير صبري، فايزة واطف، والإعلام الكبير مفيد فوزي. الضيف اللي هيتكرم دلوقتي معانا هو الإعلامي القدير الإعلامي الأستاذ مفيد فوزي. الإعلام الإيجابي حركة مفيدة لأنها بتنشط تماماً فكرة أن يبقى فيه إعلام محترم. أنا بعتقد أن الأولاد بتنظيمهم بتخطيطهم باللي عملوه النهاردة بالنقاط اللي حطوها كهدف ليهم، أعتقد أن الأولاد دول هيقدروا يعملوا حاجة. مبسوطة جدا جدا بيها وبحيي كل القائمين عليها حقيقي، لأن بقى جه الوقت اللي احنا نعمل ستوب بقى. نعمل نقطة نظام كده ونقول كفاية بقى إثارة وبلبلة، وكفاية بقى سلبيات، وكفاية تركيز على السلبيات، لابد أن احنا نركز على الإيجابيات بقى. كلكم شباب زي الورد وكل حاجة، بس لازم تفعل ونشوف لها صيغة قانونية عشان ننهض بالإعلام. سعيد جدا 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 انها نابعة من شباب الإعلاميين الممارسين، يعني دول مش مجرد ناس بينظروا هم قاعدين من بره، دول كلهم شابات مشهورين ومذيعين مشهورين، انها تبقى نابعة منهم حركة جادة بهذه الطريقة اعتقد احنا احوج ما يكون ليها. وحشنا الإعلام الإيجابي، وحشنا الأجيال الإيجابية، وحشنا المهنية والكفاءة والاحتراف
كل الحاجات دي يعني كلها في إطار الإيجابية والكواليتي. حركة الإعلام الإيجابي هي جزء من حراك مهني ووطني يهدف لخلق مناخ إعلامي أفضل وأجواء أكثر إيجابية في فضاء الإعلام المصري. سارة رفعت، تان تي في.